സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഇരിക്കുക, പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അസ്ഹാബ സആദ, അസ്ഹാബ സമാഹ, علماءنا الفاضل وإخوتنا في الله، الحمد لله جمعية شبان السنيين بعموم كيرلا تحت إشراف سمست كيرلا جمعية العلماء تحتفل بسنويتها الستين بمؤتمر السنوي الستين، وذلك بعد مرور ستين أعواما ستين عاما على تأسيسها بكل فرح وسرور على بذل خدمات جليلة في ميدان الدعوة الإسلامية يوجه الشباب إلى الدين الحنيف إلى الدين الوسطية تعلمهم وتربيهم وتوفر لهم الثقافة والتعليم والوظائف وخدمات هذه الجمعية برفع مستواهم الثقافية والاقتصادية والشخصية والعلمية وما إلى ذلك ما يحتاجه الإنسان. بعدما تم عدة مؤتمرات في أربع خيام في أربعة أيام الماضية، الآن هذا الحشد الكبير، الجمع الكبير، تظهرون بفرحهم الشديد على هذا الفتح الكبير. تقبل الله هذه الأعمال على السنوات العديد، وأثاب الله على ذلك لمن قاموا بالخدمات في السنوات الماضية ولكل من حضر. والآن نقوم بترحيب والتعريف ضيوفنا الكرام الذين وفدوا من بلاد شتى مع تحمل مشقات، جزاهم الله خير الجزاء. أرحب نيابة عن جمعية شبان السنيين ولجنة المنظمة لهذا المؤتمر سعادة الشيخ سلطان بن محمد الشهي حفظه الله ورعاه، مدير المشاريع الخيرية لصاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نحيان حفظه الله ورعاه. وأرحب بفضيلة الشيخ فيصل بن محمد الكاف حفظه الله ورعاه، من كبار علماء مكة المكرمة. وأرحب بفضيلة الشيخ محمود كريشان من دولة الكويت. ونرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن علي بن خميس من كبار الدعاة من تريم من دار المصطفى حضرموت يمن. وأحب بسيد علوي أحمد علوي السقاف من أبي ظبي. وأرحب بالسيد الحبيب زين العيدروسي من أبي ظبي، جزاهم الله خير الجزاء. نشكركم شكرا جزيلا ونرحب بكم ترحيبا حارا. تقبل الله سعيكم وبارك في حياتكم وفي خدماتكم، ووفقكم الله، وفق الله لما يحبه ويرضى. ہمارے سامنے اس عظیم شان اجلاس میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمانان کرام، تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. پچھلے چار دنوں میں 10,000 نمائندوں کی کانفرنس اور دیگر سب کانفرنسز جو علی مسلیار سکوائر، مامپورم تنگل سکوائر اور عمر قاضی سکوائر میں
فشرمین، فارمرز، مزدور، پروفیشنلز، اسٹوڈنٹس، اکیڈمیشنز اور دیگر لوگوں کی خاص کانفرنسوں کے اور 10,000 نمائندوں کی کانفرنسوں کے بعد 60 سالانہ اجلاس آج کیرلا کے مسلمان منا رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی خدمات میں اور سماجی اور فلاح بہبودی کی کاموں میں یہ جمعیت کے سمست کیرلا سنی یوجنا سنگم کے علاوہ اور کوئی تنظیم یہاں نہیں ہے۔ یہ تنظیم الحمدللہ آج یہاں مسلمان کی تمام کاموں کی، تمام ریاست کی تمام پہلو میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے اس تخت پہ تشریف لائے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ جناب صابر علی صاحب، بہار لے پارلیمنٹ انگم جناب صابر علی صاحب نمبر ویدی لتی چیرنی ٹونڈ، ہمارے تہے دل سے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ اور جناب سید فضل اللہ چشتی صاحب، ورلڈ فیمس اوریٹر اہل سنت والجماعت کی بہت عظیم شان مقرر، دلی سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کی خوش آمدید کرتے ہیں، مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ اور عالی جناب عزت مآب جناب فرحت میاں صاحب، ہماری مسلم آرگنائزیشن آف انڈیا صوبہ اتر پردیش کی نائب صدر، اور اس چار دنوں میں کئی صوبوں سے کئی اکابر علماء اور تنظیم کی کارکن اور دیگر لوگ آئے ہیں، تمام لوگوں کی ہم اور ایک بار خوش آمدید پیش کرتے ہوئے، اور پترکار بھی آئے ہیں اور بہت لوگ یہاں آئے ہیں الحمدللہ، اور کل یو پی کے منسٹر بھی آئے تھے اور دیگر علماء آئے تھے، تمام لوگوں کی اور ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیالم میں تقریریں ہوگی، عربی میں بھی ہوگی، انشاءاللہ اردو میں بھی ہوگی۔ آپ لوگ اس محفل پہ، نورانی محفل پہ، یہاں فرشتوں کی وجود، یہاں رحمت نازل ہوتے ہیں، اس سے آپ کو برکت حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ഒന്ന് രണ്ട് അറബി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അൽആൻ കലിമ ലിഫളീലത്തി സയ്യിദ് മഹ്മൂദ് കരീഷാൻ മിൻ ദൗലത്തി കുവൈത്ത് ഫലിതഫള്ളൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദ്ന മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അൽഖൽഖ് وآخر الأنبياء وأشرف الخلق المرسلين. تحية طيبة مني ومن دولة الكويت ومن المملكة العربية السعودية ومن الخليج كاملة إلى فضيلة الشيخ أحمد أبو بكر أطال الله في عمره. هذا الإنسان عرفناه من زمن قصير، ولكن دخل قلوبنا من الأعمال التي رأيناها في هذا الجمع الكبير ما شاء الله، هذا الجمع الذي أثلج صدورنا بعزة الإسلام ووحدة الصف والأخوة، الأخوة التي نفقدها اليوم في هذا الزمن، الأخوة التي فيها الصفاء والنقاء. الحمد لله ما زالت الدنيا بخير، ونرى هذا المنظر، المنظر البديع بالمسلمين في شتى أنحاء الأرض، والحمد لله التي أنعم علينا
برجال علماء أناروا طريقنا بالعلم والمعرفة والثقافة المعتدلة وسماحة الدين الإسلامي. والحمد لله الذي أنعم علينا في هذا الدين الحنيف، دين الاعتدال، الدين الذي عدل بين اليهودية والمسيحية، اليهودية المادية والمسيحية الروحانية، دين العدل. وفضل الله الخير في أمتي إلى يوم القيامة. وأشكر فضيلة الشيخ أحمد أبو بكر وفضيلة العلماء الأخوان الأكارم على دعوتهم والتي لبيناها بلا تردد، لبيناها بكل فرح واعتزاز للمشاركة في هذا اليوم، في هذا اليوم الحافل، يوم الاحتفال في ذكرى 60 عاماً للتأسيس الجمعية. الحمد لله الذي جمعنا معكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأيام القادمة. وأشكر لكم بالنيابة عني الشيخ أبو سلطان سلمان العطير، الشيخ أبو بكر، وشكر جزيل لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we will give away on this dais the International Humanitarian Award for the charity and humanitarian activities by the Red Crescent Society, United Arab Emirates, to His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Hafizahullahu wa Ra'ah, رئيس هيئة الهلال الأحمر للإمارات العربية المتحدة، لخدماتهم الجليلة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم. الحمد لله منذ أكثر من 10 سنوات نقوم بتنفيذ مشاريع الهلال الأحمر، مثل بناء المساجد والمدارس والعيادات الصحية وحفر الآبار وكفالة الأيتام وما إلى ذلك. نشكرهم شكرا جزيلا على ذلك. وهذه الجمعية بكل فرح وسرور تقدم بجائزة الإنسانية العالمية لعام 2015 إلى صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نحيان، حفظه الله ورعاه، رئيس الهلال الأحمر الإماراتي. وسيستلمها سعادة الشيخ سلطان بن محمد الشهي، مدير المشاريع الخيرية لصاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل سلطان سلطان آل نحيان، حفظه الله. فليتفضل مشكورا. ويقدمها فضيلة الشيخ أبو بكر بن أحمد، فليتفضل مشكورين. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലോകത്ത് മുഴുവനും ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ UAE റെഡ് ക്രസൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അവാർഡ്, അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അവർക്ക് ഉസ്താദ് നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജർ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സുൽത്താൻ അഷഹി അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു.
الآن كلمة لسعادة الشيخ سلطان بن محمد الشحي حفظه الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن من دواعي السرور والسعادة للنظر إلى هذه الوجوه الطيبة التي أتت من كل حب وصوب. نشكركم جميعا على تفاعلكم الكبير هذا، والله الحمد لله رب العالمين، أثلتم صدورنا حقيقة. هذا ليس تعبا، بل نأتي ونشارككم هذه الفرحة حقيقة. اجتمعوا على كلمة، كلمة مع هؤلاء العلماء الكبار الذين يحثونكم على التوجه الصحيح في الدين الإسلامي. حقيقة هذه منظر رائع جدا، نرى أنفسنا مع جميع هؤلاء الناس كبارا وصغارا أتوا إلى هذا الجمع الكبير. حقيقة نشكر القائمين على هذا التنظيم العظيم الذي جاء بتنظيم فريد جدا. حقيقة نحن نشكركم ونشكر القائمين، وعلى رأسكم الشيخ أبو بكر أحمد الذي استضافنا في هذا المؤتمر العظيم، ونحن سوف نشارككم كل سنة إن شاء الله بإذن الله تعالى مثل هذه الحدث، ونتمنى لكم التوفيق والسعادة والسرور إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونحن دائما في خدمتكم، وأنتم منا ونحن منكم. وإجزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാഴ്ച എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലോകത്തെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രമാത്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായി ഈ വലിയ ജനവിഭാഗം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ആ സംഘടനാ പാഠവം തന്നെയാണിത്. അതെ, അല്ലാഹു തആല മഹാനവർക്ക് നൽകിയ അമൂല്യമായ കഴിവാണ് നിങ്ങളെ ഇത്രയും അച്ചടക്കമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. അറുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം